في المجتمع الجزائري، دخل في ثقافة جديدة، ثقافة دينية سياحية دينية جديدة، وأصبحت العائلات تقضي عطلة المدرسة في البقاع المقدس، وأصبحت شهر العسل في البقاع المقدس. ثقافة نحن نشجعها نباركها، وارتفاع لم تؤثر بتاتا، قلت لك زادت 10,000 معتمر بالمقارنة السنة الماضية. كان هذا تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى منذ أيام قليلة حول إقبال الجزائريين على قضاء شهر العسل بالبقاع المقدسة، ما جعله يؤكد أن قطاعه لم ولن يمسه التقشف على حد تعبيره، في الوقت الذي يشتكي فيه أغلب وكلاء السياحة والأسفار المعتمدين في العمرة من تراجع نشاطهم بشكل ملفت مقارنة بالعام الماضي، ليصبح بذلك أحد أنشطة هذه الوكالات مهددا. حتى أن الوكالات تراجعت فيها المعاملة تقريبا 70% نتيجة شيفر دافير، وهذا الشيء راح يأثر من ناحية تانية التوظيف، راح تكون فيه بطالة وراح تكون فيه مشاكل كبيرة، وأن الوكالات درك راح تخلق مالين الاقتصادية درك اللي بدات عندها أثر درك على المواطن. ثاني بالأمر هو الأسعار زادت، زادت بالنسبة للحوضة. ثالث بالأمر أنه هو تكاثر عدد الوكالات، حيث أن العدد تكاثر كثير. ارتفاع أسعار منسك العمرة مقارنة بالسنة الماضية نتيجة تدهور أسعار الدينار الجزائري في الأسواق العالمية بما في ذلك الأزمة الاقتصادية واعتماد سياسة التقشف، كلها عوامل جعلت المواطن الجزائري يحسب ألف حساب في إنفاق راتبه الشهري أو مدخراته السنوية.